آخر question عندي في الامتحان في أي test بيكون rearrange the following sentences. جايب لك كلمات عايزها نعملها rearrange. rearrange يعني نعيد ترتيبها علشان تعمل جملة سليمة. are green، لازم أقرأ الكلمات كلها الأول. all waiters today are the wearing the wearing. وهبتدي بكلمة all، يا إما هو بيديها لي بلون مختلف يا إما بيحط لي تحتها خط، فبعرف إن دي البداية بتاعتي. نصيحة مني، لما نيجي نرتب أي جملة نرقم الأول، نحط النمبرز الأول خالص. يعني هنا أروح جاية فوق الحاجة، يعني مثلا أنا قلت هبتدي بall، يبقى هاجي فوق all كده وأروح حاطة نمبر 1. ليه؟ علشان بعد ما اخلص ترقيم هيبان لي اذا كنت ناسيه كلمه ما حطيتهاش في حسباني، اذا كان في حاجه مش مظبوطه قبل ما اكتبهم عشان ما اقعدش اشخبط واشيل واحط وابقى مش عارف اعمل ايه. طيب all ايه؟ all waiters، مالهم all waiters؟ are، جميل، are wearing، wearing green today. هنا لو لاحظت هلاقي ان في كلمة ار زيادة، دي غلطة طبعا في الكتاب، كلمة ار الزيادة دي هشيلها خالص، هنشيلها هنكتب عليها بس كده اهو. بس كده علشان خاطر ايه ما تبقاش معايا اتلخبط. انا قلت all the waiters ولا waiters؟ طبعا احنا قلنا all waiters، هروح حطته وانا هعمل اكني ايه بقى مش واخدة بالي من حاجات معينة. all waiters مالهم are، يبقى دي number 3. are wearing، wearing يعني يرتدوا أو بيلبسوا، مرتدين، ادي 4. are wearing ايه؟ green. are wearing green، لابسين أخضر النهاردة، وادي 5. فاضل عندي today، today يعني النهارده، اهي هحطها في الاخر اللي هي number 6. اجي راجع كده شوف انا عملت ايه الاول، رقمت، يبقى all ده في رقم هنا، في كلمه مش ما عليهاش رقم. شفتوا بقى فايده الترقيم، ان انا باخد بالي الاول اذا كان، يبقى دي لازم احطها في مكان معين. طب تعالوا نقرا ونشوف هتنفع تدخل فين. all waiters are wearing green today. يبقى all the waiters، all the waiters، يبقى waiters دي all the، يبقى the دي هي اللي تو، يبقى هروح كاتبه هنا تو. طيب و waiters، لا waiters دي غلط، عايزه اعملها ايه؟ عايزه اعملها 3، يبقى هشيل اللي هي تو وهكتب 3. تمام كده كتبت 3. وبعدين all the waiters are، يبقى هي دي اللي 4 بقى، يبقى دي هتبقى 4. wearing، لا wearing مش 4، تبقى 5. today يبقى هي دي، لا all the waiters are wearing green، يبقى عندي green اللي هي 6. today آخر واحدة عندي اللي هي هتبقى 7. كده أنا رقمت وخلصت النمبرز بتاعتي وتأكدت إن الجملة سليمة، أروح جاي تحت على طول وكاتب، ما اكتفيش بالنمبرز وبس، لا أنا واحد شاطر متميز مش بكتب وخلاص أرقام وخلاص، لازم بعد ما أخلص بروح كاتب الجملة كلها من أولها. يبقى هكتب كده all the waiters are wearing green today. حط full stop. أنا كده خلصت الجملة بتاعتي ومظبوطة وما فيهاش أي مشكلة. all the waiters are wearing green today. نيجي بقى ننزل على اللي تحت. Is food the here great؟ نفس الحكاية، هبتدي بذا اهي علشان هي اللي واخدة لون مختلف، وزي ما اتفقنا ان احنا بنحط النمبرز، يبقى هكتب ادي ذا نمبر 1. ذا ايه بقى؟ The food، يبقى دي 2. here، هنا، ماله الأكل هنا؟
The food here is great. يبقى هكتب great هي number 5. أراجع بسرعة. The food here is great. اتأكدت كده ولقيت إن الدنيا مظبوطة، هروح كاتب على طول الجملة بتاعتي. The food here is great. يبقى كده خلصنا ترتيب الجمل. دايما هقول تاني، اول حاجة احط النمبرز، اراجع على الجملة واتأكد ان كل الكلمات محطوط لها نمبر، واراجع على الجملة تاني واتأكد ان هي مترتبة بشكل منطقي، وبعدين اروح كاتبة. اخر حاجة اعملها ده انا اكتب الجملة كلها مظبوطة.